والله انا يعني هذه التراكات مثل هذه يعني يحتاج ان حتى نوزعها في كل اماكن، يعني شيء يشرف ان عندنا تراك مثل هذا موجود مثلا هني في وسط الصحراء. وانا عن نفسي يعني ما طلعت قبل، سمعت عن التراك هذا ولكن ما طلعت عليه قبل، ولكن انبهرت صراحه بالتراك وان كل شيء قريب عليك. يعني انت لو استوت لا قدر الله مشكله وما قدرت تكمل، الشارع جنبك ممكن السيارات اللي تطوف ممكن تساعد. هذا شيء بالعكس يساعد على الناس انها تتمرن في هذا المكان. يعني انا عن نفسي انا راح ارجع للمكان هذا مره ثانيه وراح اتمرن عليه.